بالنسبة لدور المثقفين، هل نشرتم ثقافتكم دهيا على جموع الشباب اللي هو ساخط واللي بيقول مصر ومش مصر وبيهاجم هنا وهنا وهنا؟ اطلب من قناة 10 تلفزيون تبعتي او نزلي مراسلين عن هذه القناة للشارع، وسؤال واحد بس يسأله لألف شاب وشابة في الشارع، تعرف ايه عن المخطط بتاع موشي شارت وبن جوريون، وتعرف ايه عن المخطط بتاع برنارد لويس اللي اعتمده الكونغرس الامريكي سنة 83، اللي اعتمده الكونغرس الامريكي سنة 83 لبرنارد لويس هو اللي بيحصل النهاردة. شبابنا لما يعرف ان من سنة 83 مخططين لهذه المنطقة، يعني ان جنوب السودان تنفصل سنة 83، تنفصل سنة 11، العراق تتقسم لثلاثة، دولة شيعية وعاصمتها البصرة، دولة سنية وعاصمتها بغداد، دولة كردية وعاصمتها الموصل، ده سنة 83 حصل. مصر الخريطة بتاعتها محسوبة، شرق الدلتا مع سينا تبع اسرائيل عشان تبقى من النيل للفرات مرسوم. اي حد النهارده سامعني يحط على النت كده يقول برنارد لويس الشرق الاوسط الجديد المخطط، يطلع له الخرايط دي. مصر تتقسم، تتقسم شرق الدلتا مع سيناء تبع اسرائيل، وطبعا الغزاويه كلهم ينزلوا هنا والحمساويه و و والى اخره، وغزة تفضل بقى لإسرائيل ترتع فيها زي ما هي عاوزة، إنما يبقى كل ده تحت سيطرتها. شمال الدلتا وعاصمتها اسكندرية دولة مسيحية، جنوب الدلتا لغاية أسيوط دولة إسلامية عاصمتها القاهرة. جنوب هذه الدولة الإسلامية تبقى نوبية مع النوبة بتاعت شمال السودان وعاصمتها أسوان، والسودان تتقسم برضو دولة سنية وعاصمتها الخرطوم، جنوب السودان دولة مسيحية جوب دارفور لسه في طريق، النوبة نوبة السودان مع نوبة مصر عاصمتها أسوان متقسم، وهم هيجننوا ليه؟ لأن نجحوا في العراق ونجحوا في سوريا ونجحوا في ليبيا ونجحوا في اليمن، وجم على مصر قلبنا الترابيز عليهم وكسرنا لهم المخطط اللي الكونجرس الامريكي كتب عنه وقال في جلسه سريه. برنارد لويس قدمه لبرجينسكي، برجينسكي قدمه للكونجرس، الكونجرس اعتمدوا انها خطه استراتيجيه منهجيه مستقبليه استراتيجيه على الحكومات المتعاقبه تنفيذها بغض النظر عن الحاكم. موجود الكلام، اقروا الكلام. هذه المؤامرة يعني أي دول حقيقية. أي دول تشارك فيها؟ يعني المثقف اللي طلع على التلفزيون يقول أصلا أنا لا أؤمن بفكر المؤامرة. أنت قدامك العراق وسوريا لسه كانوا بيقولوا كده امبارح معايا. هذا الشخص لا يعرف شيئا عن مدار بين موشي شارت وبن جوريون. ما موشي شارت يقول له إحنا قطرة في محيط من الكراهية. قطرة في محيط من الكراهية. طب انا حابة اعرف من حضرتك امام هم اطراف هذه المؤامرة، اطراف هذه المؤامرة الصهيونية العالمية بادواتها، اول اداة ليها امريكا، ويكفي ان عضو الكونغرس المسيحي من 20 سنة فات كان اظن فولبرايت قال اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا الا ان نغير اسم نيويورك الى جويورك بلد اليهود. قال شو بعد شهرين. موشي شارت لما قال له احنا قطره في محيط بالكراهيه وقنابلنا النوويه لا قيمه لها، انه سلاح يحمل في طياته موانع استخدامه، اذا استخدمت على اي عاصمه عربيه سيعود غبارها الذري على اسرائيل. قال له امال نعمل ايه؟ قال له تدمير ثلاث دول كبرى حولنا. قال له مين هم؟ سوريا والعراق. سوريا مصر. قال له ازاي؟ قال له نزاعات طائفية دينية، ونجاحنا لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء الطرف الاخر. لما احنا يعني الكلام ده سنة 53 يا اخوان،
53 وانتوا يا مثقفين عمال تقول لي لا اؤمن بفكر المؤامره. عمال تقروا ايه وبتعملوا ايه؟ لا طبعا هناك تقصير من اللي احنا بنسميها النخبه دي. النخبه دي طلعت وقامت بفرنسا وامريكا. فرنسا عندك فولتير اللي كنا بنتكلم عنه، جان جاك روسو، روبسبيير، ميرابو، كل دول. وقيس على هذا ده برنارد شو غير الطب في انجلترا بكتاب اللي هو ذا دكتور زالم، حيرة الطبيب. مع العمر ما مهنة الطب هتتقدم في بلدنا لانجلترا الا اذا وضعنا حائل بين يد الطبيب وجيب المريض. انت مالكش دعوه بالعيان، انت الحكومه تدي لك وقال كده على شرط ان تكفل الحكومه للطبيب مرتب يكفل له ويوفر له حياه كريمه. لان الطبيب الجائع اخطر على المجتمع من اي مجرم. ازاي؟ انت محتاج عمليه وهو ملوش عمليه. دوالي لوز زايده. وانت عندك كذا كذا هعمل لك كذا، هو ما عندوش في الحاجات دي كلها. انما لما يعرف ان مرتبه ثابت لن يزيد مليم سواء عمل ولا ما عملش، يبقى هنا قراره للعلم. طيب يرجع باي حاجه.